مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا بيكم في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. يمكن اكتر حاجه بنعملها في حياتنا كبنات او كستات ان احنا بنبص في المرايه. دايما ببص في المرايه متفرج على شكلنا. قد ايه بتحسي بزعل وياس وحزن وكل حاجه وحشه في الدنيا لو شفتي تجاعيد او خط او كرمشه في وشك، او بتحسي ان الدنيا خلاص بقت سودة، انا شكلي وحش، بتفقدي ثقتك في نفسك، بيبدا معدل الغيره يزيد عندك من بنات تانية، خلاص انت كده بتتحولي لكائن اكبر من عمرك. كتير بتقولي مثلا انا واحدة معايا في نفس عمري او في نفس سني، هي ليه بشرتها عاملة كده وانا لا؟ طبعا في اسباب كتير جدا، في اجهاد، في تدخين، في قلة فيتامينز في الدم، في حاجات كتير جدا تبقى سبب للمشكلة دي. عامة احنا في ذا دكتورز ما بنتكلمش كتير عن السبب قد ما بنجيب لك حل. النهاردة احنا جايبين لك حل لنضارة البشرة وازالة التجاعيد وترجعي تاني صغننة وحلوة بجهاز واحد، هو جهاز الهايفو. طب جهاز الهايفو ده بيعمل ايه ونتيجته ممكن تطلع معايا بعد قد ايه وممكن يعالج لي ايه في وشي؟ ده كله هنعرفه مع ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو النهارده، استاذ دكتور ايمان سند، استاذ الامراض الجلديه والتجميل والليزر بكليه الطب، مدرب الاكاديميه الامريكيه لطب التجميل بالشرق الاوسط، عضو الاكاديميه الاوروبيه للامراض الجلديه. تقنية الهايفو ممكن تكون من التقنيات الجديدة، ايه بقى اللي بتفرق في التعامل معاها مع البيشن عن الحاجات اللي كانت قبلها؟ هو سؤال جميل جدا، لان تقنية الهايفو هي اكتر تقنية لها نفاذية بعمق اكتر من التقنيات السابقة اللي كانت موجودة. اغلب التقنيات اللي بنستخدمها لنضارة البشرة بتشتغل على السطح الخارجي للجلد، ممكن يكون ليها عمق معين لكن هذا العمق عمق محدود. تقنية الهايفو فرقت عن كل التقنيات السابقة انها بتنفذ بعمق بدون ما اعمل جراحة، ومن هنا هي بتديني شد للوجه بشكل جميل جدا. احنا بنقول شد للوجه طبعا لان هو الوجه عاده هو اكتر، ده اللي بنشوفه في لما بنبص في المرايه، لكن هي بتشتغل على الوجه، بتشتغل على الرقبه، بتشتغل كمان على الجسم، وبتشتغل كمان على منطقه خاصه جدا في كل سيده وهي منطقه المهبل. احنا معانا صوره خلينا نشوفها. تمام، هو دي قطاع للمهبل، والحقيقه الهايفو من الممكن ان انا استخدم يعني قطاع معين منه، بيبقى ممكن استخدمه داخل المهبل. لان الحقيقه هي كل سيده دايما عاده بتهتم بوشها وتقول هو ده اللي بيقعد، لكن في الواقع احنا مع السن كل حاجه في جسمنا بتتغير، وخصوصا لما توصل اي سيده الى المرحله الحرجه في عمرها واللي هي مرحله سن الياس. لما بتوصل مرحله سن الياس بيحصل معاها تغيرات هرمونيه بتكون مصاحبه لهذه المرحله من العمر، وبناء عليه بيحصل ضمور في بعض الاماكن من الجسم، ومن اهمها على الاطلاق منطقه المهبل. فبالتالي بتبدا تعاني من جفاف المهبل، لان الغدد الموجوده ما بقتش تشتغل بالكفاءة بتاعتها اللي قبل كده، بالتالي ده بيعرضها لتكرار التهابات، بيعرضها لممكن يحصل درجة من درجات الهبوط أو السقوط في المهبل. احنا معانا فيديو بيشرح كلام حضرتك ده، يعني جهاز الهايفو في تجميل منطقة المهبل عند السيدة. تمام، الحقيقة خلينا أقول لحضرتك إحنا الصورة اللي عرضناها في الأول دي كانت جهاز الهايفو، إنما الصورة دي دلوقتي بتعرض جهاز جديد جدا كمان، وبرضه من الأجهزة اللي بتقدم تقنية جميلة جدا، وهو جهاز الإيفا أو الريجيو فور. ده عبارة عن قطب معين كده بيبقى فيه أربع أقطاب موجودة بتدخل داخل المهبل، بيتحرك بالشكل ده، تطلع منه ذبذبات معينة زي ما إحنا شايفين كده في الفيديو، ازاي ده بيبقى ليها تأثير مباشر في تحفيز المهبل على انه يحسن الحالة الفسيولوجية بتاعته عشان يرجع للوضع الطبيعي تماما ليه. الجهاز بيشتغل بدون اي ألم، بدون اي اثار سلبية، بتبقى جلسات متكررة، ممكن اعمل جلسة كل اسبوع او الى كل اسبوعين، بناخد متوسط من 4 إلى 6 جلسات، بتتحسن بشكل كبير جدا الحالة الفسيولوجية والصحية للمهبل. الحقيقه يا هبه خليني اقول لحضرتك كمان ان احنا مع تقدم السن مش بس المسائل اللي بنتكلم فيها بتكون مشاكل جماليه، ولكن سيدات كتير جدا مع تكرار الولاده او مع سن الياس بيحصل عندها درجه من درجات
السلس البولي او عدم التحكم في البول، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا جدا بتزعج كل سيده، وخصوصا الناس اللي بيعانوا من احنا بنسميها ستريس انكونتيننس. ستريس انكونتيننس دي اللي هي الواحده اذا كحت او عطست او تعرضت لاي حاجه زودت الضغط اللي موجود داخل جسمها بتؤدي الى عدم تحكمها في البول. دي طبعا حلت مشكله جراحات تجميل المهبل اللي هي بيبقى ارجاع العضلات تاني في مكانها. تمام تمام. ودي بتخلي المريضه مثلا او اللي عملت العمليه بتقعد فتره كبيره جدا عشان تطلع ترجع لحياتها الطبيعيه او تمارس حياتها الحميمه، ولكن مع هذه التقنيه في نفس اليوم ممكن تمارس حياتها ممكن بشكل تمارس طبيعي. ممكن تمارس حياتها تماما بصوره طبيعيه بصوره فسيولوجيه بدون ما يحصل اي اثار سلبيه للجراحه، لان في بعض الاحيان الجراحه ممكن يحصل تضييق اكثر من الوضع الطبيعي، فبالتالي دي حاجه بتعوقها تماما من انها ترجع تاني وتمارس حياتها الحميمه بصوره طبيعيه، او في الحاله دي بيبقى عندها الام شديده جدا اثناء الممارسه. احنا مع جهاز الريجيو فور او مع جهاز الهايفو المهبلي الحقيقه بنقدر نحقق نتائج مميزه جدا، نتائج جماليه وفي نفس الوقت نتائج صحيه، لان حاله المهبل لما بترجع للوضع الطبيعي الوضع الفسيولوجي بتاعها الحيوي اللي هو الشبابي بتقدر السيده تمارس حياتها تماما بصوره طبيعيه. احنا طبعا يعني تقدم الست في العمر واهتمامها بشكلها الخارجي بيخليها تهمل مناطق كتير زي اللي حضرتك اتكلمتي عليها. احنا برنامج الاطباء جايبين لك حل للموضوع عشان دي حاجه بتكمل نفسيتك وتكملتك لحياتك الانسانيه. طيب هل الجهاز ده ليه اي مضاعفات حيويه؟ لا الحقيقه ملوش اي اثار سلبيه خالص بالمره. والحقيقه خليني يعني تعقيبا على كلام حضرتك هقول لك ان معدل متوسط الاعمار زاد بشكل كبير عن زمان من ناحيه، من ناحيه ثانيه كمان كتير جدا من السيدات دلوقتي بتعتني بالاجراءات التجميليه بالنسبه لبشره الوجه، وبالتالي بتنسى منطقه زي دي، فبتكون النتيجه ان في فارق كبير في العمر، في حين انما ممكن ببساطه جدا بنشوف واحده عمرها 60 سنه لكنها في كامل حيويتها وتمارس حياتها الفسيولوجيه تماما، فبالتالي المفروض ان هي تهتم بمنطقه زي دي، توليها عنايه خاصه، ولما بتوليها عنايه خاصه بتبقى هي كمان بتستعيد حيويتها وشبابيتها، وبالتالي بتحسن صحتها وبتحسن نفسيتها وحياتها الاجتماعيه بشكل عام. هل في فئه عمريه معينه ممكن تعمل الموضوع ده ولا اي سن؟ هو عادة اللي بيحتاجوه أكتر اللي هم حصل عندهم تقدم في السن أو إن هم اتعرضوا لتكرار ولادة طبيعية يعني أكتر من مرتين مثلا، ده ممكن يعمل ارتخاء في المهبل، وبالتالي ممكن يكون سنها صغير لكنها عندها مشكلة أو تعرضت لولادة متعثرة مثلا قبل كده، فبالتالي برضو ده بيعرضها لمشكلة في منطقة المهبل، فبالتالي لما بتعمل جلسات زي دي بتحسن لها مشاكل كتيرة جدا جدا، وخصوصا مشكلة السلس البولي وجفاف المهبل اللي بيحصل معاها. يعني في نقطة مهمة جدا جدا ان كثرة مثلا الولادة او التقدم في السن او ان المنطقة دي خلاص استهلكت وهي بقت وصلت سن اليأس، دي حاجة بتسبب عندها حاجة في المثانة ممكن تسبب لها تبول لا ارادي. ازاي بالزبط بيتم معالجة المنطقة دي؟ لان فتحة البول بتكون موجودة في الجدار الامامي للمهبل، فبالتالي أنا لما بحسن حالة المهبل أنا بحسن قدرة الصمام ده على أنه يتحكم في فتح وقفل المثانة، فبالتالي أنا بحسن الحالة الفسيولوجية ليها. والحقيقة في نفس الوقت إحنا يعني نحب نوضح أن التدخلات الجراحية بيبقى صعب جدا أنها تديني نتيجة مرضية، وفي نفس الوقت الأدوية كمان ما بتدينيش نتائج تكون مرضية لأي سيدة بتتعرض لمثل هذه المشاكل. فبالتالي أنا بعمل جلسات بتكون فسيولوجية تماما، ما فيهاش أي مشكلة، ما فيهاش أي ألم، ما فيهاش أي أثار سلبية، بتمارس حياتها تماما بصورة طبيعية في نفس اليوم. الحقيقة خليني أقول لحضرتك كمان أن كتير من السيدات مش بس بيعانوا من المشاكل اللي احنا ذكرناها، ولكن كتير قوي من السيدات مع تقدم العمر بيعانوا من
سمار يكون موجود في المكان ده، الجلد يكون جاف زيادة، في جفاف. البعض كمان اللي بيكون اتعرضت لسمنة مفرطة وعملت العمليات الخاصة بالتخسيس وبالتالي فقدت جزء كبير جدا من وزنها، فبالتالي حيوية الجلد في هذا المكان كمان بتكون مش لطيفة أبدا. فبالتالي برضو بننبهها او بنبشرها ان الجهاز ده بيقدر يديني نتائج مميزه جدا بالنسبه للسمار اللي في هذه المنطقه من ناحيه، من ناحيه تانية كمان بيحسن لي حيويه الجلد وبالتالي بيساعد على اعادته الى وظيفته الحيويه، ما يكونش فيه تهدل، ما يكونش فيه يعني كرمشه او منظر مش لطيف في المكان ده. طبعا ده يعني دور عظيم جدا في علاج المنطقه دي، وفعلا في سيدات كتير عندها مشاكل. يعني السيده لما بتيجي بتحتاج كام جلسه؟ وهل لو رجعت خلاص يعني اتحلت مشاكلها تمام ورجعت لحاجه طبيعيه، هل ممكن ترجع للانفكشن تاني ولازم تعمل جلسات تاني، ولا بيتم من اول مره؟ هو لا، بيتم من اول مره، لكن زيها زي اي حاجه في الدنيا، احنا حتى لما بنعمل اي اجراء مضاد للتجاعيد في البشره بنقول ان الاجراء ده بيستمر معايا لفتره معينه، وبعد كده انا المفروض ان انا بعمل جلسات محفزه. فبنفس الشيء برضو خاص بالمهبل، احنا المفروض بنعمل جلسه كل اسبوع او اتنين، متوسط الجلسات بيكون من 4 إلى 6 أسابيع. بعد كده مفيش مانع ابدا ان انا اعمل جلسه كل شهر، كل شهرين، كل 3، اكيد بتساعدني ان انا احافظ على حيويه مكان زي ده باستمرار. طيب يعني عايزين نصايح كده للسيدات ازاي يحافظوا على المنطقه دي. طبعا هو خلينا نقول دلوقتي اصبح من التقنيات الحديثه ان انا بستخدم كريمات خاصه لهذا المكان، تبقى برضو كريمات مضاده للتجاعيد، كريمات تفتيح، بقدر استخدم في بعض الحالات الخاصه اللي يكون فيها سمار زياده في المكان ممكن اعمل جلسات تقشير كيميائي خاص بهذا المكان. من التقنيات الحديثه دلوقتي كمان تقشير كيميائي. تمام، ده بيساعدني ان انا افتح الجلد بشكل كويس قوي، وفي نفس الوقت بيجدد لي حيويه البشره في المكان ده. كمان تقنيه البي ار بي اللي احنا بنستخدمها لحيويه البشره او لتحسين الشعر، من الممكن كمان ان انا بستخدمها في هذا المكان. من الممكن برضو ان انا استخدم بعض محفزات النمو اللي هي المستخرجه من الخلايا الجذعيه، دي بتحسن لي حيويه المهبل بشكل كبير جدا وحيويه المنطقه والجلد المحيط بيه. كل دي من التقنيات الحديثه جدا اللي بتساعدني ان انا احافظ على هذه المنطقه وعلى حيويتها ووظيفتها، وظيفتها سواء في العلاقه الحميمه من ناحيه، ووظيفتها كتحكم في البول، وان المكان لما بيكون الجدار بتاعه حيوي بيفرز المفرزات الفسيولوجيه بتاعته، ده بيساعده بشكل كبير جدا انه يقاوم الالتهابات اللي ممكن تكون متكرره في تقدم السن. طب هل في اكل معين ممكن يساعد في هذه الجزئيه؟ الاكل الصحي بشكل عام، مش هقول ان في اكل تارجتنج المكان ده بالتحديد، ولكن اكيد الاكل الصحي بيحسن جسمنا ككله من ضمنه المكان ده. طيب يعني في سيدات بتكون عندها يعني هذه المنطقة ممكن تكون زيادة شوية عن بقية الجسم، ممكن يكون فيها دهون زيادة، بيتم علاجتها ازاي؟ الدهون الزيادة من الممكن ان انا اعالجها بإذاب الدهون، لكن خليني اقول لحضرتك ان عادة الدهون الزيادة بتكون في الجزء الاعلى من الفخذين اللي بيحصل معاه التصاق في الفخذين، وبالتالي تكرار التهاب واحتكاك وسمار في المكان ده. فمن الممكن ان انا بستخدم بعض حقن الإذابة للدهون بتساعدني، وفي أجهزة وتقنيات خاصة جدا زي من ضمنها تقنية جهاز الراديو 4 اللي بيطلع ذبذبات راديو آمنة جدا، بقدر اعمل بيها جلسات في الاماكن دي، بتساعدني انها تخسس لي المكان ده بدون اي اثار سلبيه، وبتديني الحقيقه نتائج كويسه جدا وفعاله ومريحه للمريض، بتخليها تجتاز المشكله دي اللي بتبقى اكيد مزعجه بالنسبه لكل السيدات. انا بشكرك جدا يا دكتور، واستفدنا جدا جدا من حضرتك، نورتينا النهارده. كان معايا استاذ دكتور ايمان سند، استاذ الامراض الجلديه والتجميل والليزر بكليه الطب، مدرب الاكاديميه الامريكيه للطب التجميلي الشرق الأوسط، وعضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية، ومدرب دولي للخيوط وشد الوجه، رئيس المؤتمر الدولي لطب الجلد التجميلي في الشرق الأوسط. سادة المشاهدين، بشكركم على حسن المتابعة، أشوفكم في فقرات مختلفة من The Doctors. أشوفكم على خير.